مرحبا وحياكم الله من جديد وفي التخطيط في الشطرنج. أعتقد سلسلة حلقات جدا مهمة لأي لاعب شطرنج وخاصة المبتدئ أنه يعرف بعض الأمور اللي تكون في غاية الأهمية في الشطرنج. اليوم نتكلم عن التدخل في خطة الخصم، أو بمعنى أدق أن تتوقع خطة خصمك ثم تتدخل في إبطال خطة خصمك، لأن أحد أكبر المشكلات الخطيرة اللي يواجهها معظم لاعبين الشطرنج وخاصة لاعبين خلينا نقول اللي يسمونهم كلوب بلايرز، اللي هم لاعبين الهواة، لاعبين غير محترفين، لاعبين الأندية، اللاعبين نقول المبتدئين والمتوسطين، أكبر مشكلة أو من أكبر المشكلات ومشكلة خطيرة الحقيقة يواجهها هذا اللاعب لما نقارنه حتى بالخبراء والجراند ماسترز مثلا، ان اللاعبين عادة لا يراعون خطة الخصم. نعم قد يكون بعضهم انه يضع خطته وهذا شيء ممتاز، ولكن يجب ان تضع في اعتبارك خطة خصمك. ما الذي يخطط له خصمي؟ تابعوا معي الوضعية او الوضع القادم وخلونا نتكلم فيه بشكل بسيط. في هذا الوضع وهو من وضع سلمان كاتب رائع من أروع الكتاب في الشطرنج، وضع كاختبار لمجموعة من اللاعبين، اختبار للهواة. في هذا الوضع أنت صاحب القطع البيضاء والنقلة للأبيض أنه يتحرك، اللي عليك أنك تحدد الامبالانسز، الاختلالات في الموقف، عدم التوازن في الموقف، يعني تقيم الموقف وين نقاط الضعف وين نقاط القوة، وأن تضع خطة للأبيض. مهم أنك تضع خطة للأبيض، وتذكر عندما تضع في اعتبارك خطتك أن تضع أيضا في اعتبارك خطة خصمك، وإلا راح تفقد أي أمل في أنك تبادر. ممكن تحط ورقة يمك، تكتب أفكارك، تحلل الموقف، تأخذ لك ربع ساعة، نص ساعة، وتشوف كيف تعامل هذا الجراند ماستر الكبير بالقطع البيضاء وهو أليخين ضد مارشال في هذا الوضع. أنا أفضل تأخذ ربع ساعة، نص ساعة، تفكر بالوضع، تحلله، ممكن تكتب تفريعاتك بورقة صغيرة أمامك وتعود بعد ذلك لنناقش هذا الموقف. في هذا الموقف وضع كاختبار لعدد من اللاعبين الهواة، وكانوا اللاعبين مصنفين A B C حسب مستوياتهم. هني لما نقول نشوف الامبالانسز او الاختلالات موجودة او الاختلافات في الوضع، يعني واضح تماما، واعتقد اغلبنا سهل انه يتعرف على ان الامبالانسز عدم التوازن في الموقف وهو في وضع البيادق. الابيض عنده الماجوريتي، الاغلبية في جناح الملك وفي السنتر ايضا، والاسود عنده الاغلبية أو الماجوريتي أو بونز في جناح الوزير. أيضا الأبيض أفضل في المساحة، لديه مساحة أفضل، وأيضا الأبيض أفضل في انتشار القطع أو التعبئة. لكن الانتشار هذا واضح أنه ميزة مؤقتة، لأن فارق بسيط جدا والأسود ممكن يلحق على هذا. لما نشوف هذا الوضع، الأبيض يرغب في أنه يقدم أو يلعب نقلة F2 إلى F4 عشان يعزز هذه الأغلبية اللي عنده في الوسط وفي جناح الملك. هذه واضحة تماما، أفتكر كلنا نشوفها أنها هذه الخطة الأساسية اللي يلعب لها الأبيض، وهذا سهل حتى بالاختبار. أغلب اللي تم اختبارهم اكتشفوا هذه بسهولة تماما، ان خطة الابيض انه يلعب F4. الشيء الغريب
اغلب اللاعبين لعبوا نفس الحركة، واعتقد كل اللاعبين لعبوا نفس الحركة وهي التبييت. لكن التبييت في هذا الوضع تعتبر نقلة غير دقيقة. تقدرون ايضا توقفون وتفكرون مرة ثانية اذا كانت لعبتكم هي التبييت، لان الابيض مثل ما قلنا يجب ان يضع في اعتباره خطة الاسود، ما الذي ينوي الاسود القيام به. نقدر نفكر مرة ثانية بشكل سريع شنو ممكن تكون خطة الابيض اذا انتم فكرتوا مثل اغلب اللاعبين بنقلة التبييت. التبييت هني واللي اختاره اغلب اللاعبين الهواة يعني ما كان دقيق، ما تعتبر التبييت نقلة دقيقة لأن مثل ما قلنا لم يضع في الاعتبار خطة الخصم. فهني إذا لعب تبييت راح يلعب الأسود بيشوب اي 6 اف 4، هني راح يلعب له كوين دي 4 تشيك يوخر الملك أي مكان اتش 1 ولا اتش 2، راح يقوم بالتبييت طويل بيشوب سي 2 وبيشوب سي 4. الأسود عنده أفضلية بسيطة في هذا الوضع لأنه صار عنده في هجوم مضاد على المربعات السوداء الضعيفة عند الأبيض، وهذا الهجوم المضاد بدأ من نقلة كوين دي فور. لذلك لهذا السبب أليخين ما لعب نقلة تبييت، وهذا الفرق هنا. أليخين لعب نقلة كوين دي تو. مثل ما قلنا هذه جيم مباراة بين أليخين ومارشال سنة 25، وخل لاحظ هني شلون أليخين تعامل مع القطع البيضاء. كوين دي 2 يحضر لنقلة F4 وأيضا يحضر لأنه يبيت في جناح الملك. لعب الأسود هني بيشوب دي 7 ولعب أليخين نقلة قوية وهي كوين اي 3. أليخين تحكم الآن في مربع الدي 4، فبالتالي أوقف أي هجوم مضاد ممكن يحصل عليه الأسود. مثل ما شفنا في لعب الهواة تبييت ما أخذوا بالاعتبار النقلات اللي ممكن راح يصير عنده الأسود هجوم مضاد، لكن أليخين أوقف الهجوم المضاد للأسود قبل أن يبادر بعمل خطته. أيضا اللي عمله أليخين إنه أو منع الأسود من إنه يبيت في جناح الوزير، لأن بيدق الـ A7 راح يكون تحت الهجوم ويقدر يأخذه. لعب هني مارشال بيشوب C6، يمكن ما هي أفضل نقلة، يمكن كان أفضل له يلعب كوين A5، لكن الأسود الحين مارشال يحضر لهجوم مضاد ممكن يقوم فيه على بيدق الاي بون جندي الاي، لكن يبدو ان هذا الهجوم يعني بطيء شوية. يمكن كوين اي 5 كانت افضل بحيث انه يقدر يبيت يحمي جندي الاي 7 ويبيت على جناح الوزير. هني لعب أليخين تبييت طويل، وبالتبييت الطويل هذا الابيض الحين حر، عنده مجال انه يقدم جنود الملك، لان عنده هو تفوق في جناح الوزير للملك، فبالتالي بتبيته هناك اصبح انه يقدم هالبيادق في جناح الملك بدون خوف على ملكة او امان ملكة. بيت قصير الاسود فلعب أليخين F4. لاحظوا الحين خطة أليخين الأفور، والخطة اللي لاحظها أغلب اللاعبين ويمكن إحنا أيضا لاحظناها أنتوا لاحظتوها. أليخين هني حضر ومنع خصمه من خطته، ثم بعد ذلك قام بخطته، فأخذ باعتباره
خطة خصمه. الآن في هذا الوضع وبعد نقلة الأفور هو تحصل على تفوق، لأن الماجوريتي اللي عنده بالأغلبية البيادق اللي بجناح الملك بدأت تتقدم، بدأ يكسب وقت على الخصم ويكسب مساحة. لعب الأسود هني كوين اي 6، فرد لعب أليخين اي 5. تهديد آخر، الأبيض قاعد يقطع أي أمل للأسود في هجوم مضاد، فلعب روك اف اي 8 ولعب روك اتش اي 1 وروك اي دي 8. نلعب أليخين أيضا نقلة قوية اللي هي اف 5، هجوم قوي وبكامل طاقته الحين الأسود الأبيض. رجع كوين اي 7، كوين جي 5، نايت دي 5 و اف 6، كوين اف 8، ولعب نقل قوية أيضا وهي البيشوب سي 4، وجعل الأسود في حالة دفاعية تماما. نايت سي 3، روك دي 8، روك دي 8 وأكل اف جي 7، نقل قوية أيضا. يستفيد من حقيقة أن الوزير الأسود هو المدافع الوحيد عن الرخ اللي بالدي 8، هذه مثل اللي هي ابعاد قطع الخصم اللي قاعد تقوم بدور مهم. هني لعب الاسود نايت اي 2 تشيك، كينج بي 1، ولاحظ ان الابيض ما كان كيرلس، غير مهتم، وبس يلعب النقلات الاوتوماتيكية، لأن ممكن هو يلعب بشوب اي 2 يعني ياكل الحصان بالفيل، لكن هذه بشوب اي 2 راح تعطي الأسود كش كوين سي 5 تنقذ موقفه. فأليخين ما يبي يعطي هذه الفرصة للأسود، لعب هني كوين اي 8 ولعب اي 6 أيضا نقلة قوية. رد الأسود بشوب اي 4 وهني كينج اي 1، طبعا ما ياخذ الحصان لان في كشمات على كوين اي 4 هني. فلعب الاسود اف 5 و اي 7، روك دي 5، وضع خلاص هوبليس يعني ما منه رجع مثل ما يقولون. كوين اف 6، كوين اف 7 و كوينينج هني، وقال كش لأنه سلم الأسود هني لأن المات راح يصير في نقلتين. إذا من المهم الأخذ بالاعتبار في خطة الخصم، ونلاحظ هذا الجيم لو ندرسه عدل راح نشوف فارق التفكير الهاوي عن اللاعب الكبير والمحترف، واللاعب مثلا بقيمة أليخين اللي ما راح على خطته على طول. نلاحظ لما الهوات حاولوا يلعبونه على طول عبوا تبيت عشان يقدمون الأفور دون الأخذ في الاعتبار خطة الخصم. إذا فارق مهم بين اللاعب القوي والمتمرس واللاعب الهاوي والعادي هو أخذ خطة الخصم في الاعتبار. هذا كان موضوعنا، أشكركم لحسن الاستماع والمشاهدة، وإن شاء الله يكون عجبكم الموضوع، وإن شاء الله تكرمون علينا بلايك وسبسكرايب إذا كان ما نقدم هني يحوز على رضاكم. شكرا ومع السلامة.